إخوان الأخوات السلام عليكم. بعد الوقت اللي كنتكلم معكم وقع كارثة كبيرة في الجزائر. النظام الجزائري من طبيعة الحال اللي كيعامل شاكوكا مجموعة من القطيع ومجموعة من المتخلفين وكيعاملهم على أساس أنه يحكم حظيرة ماشي دولة فيها البشر. فكتعرفوا بأن العيد قرب، النظام طاحت عليه واحد الفكرة عوض ما يفرق الأسواق في انتباع الأضحية. مدينة ديال الجزائر كلها العاصمة جمعة في سوق واحد، فالناس كلها تكبرت تماك، وقعوا صدامات تدافعات كثر من داكشي اللي كيوقع في الحج. فدابزت الناس ماتوا عباد الله لحد الساعة. الحصيلة الأولية اللي خارجة من عندهم كتقول ثلاثة ديال القتلى الله يحفظ. ف كتستغرب من هاد الناس ما يعرفوا يفرحوا كي الناس احتراما الكرة الشغب والموتى والقتلى ما يعرفوا يشريوا الأضحية القتلى، ما يعرفوا يديروا الصف الحليب قتلى ومدابزة ما حتى شي حاجة. يعني كتخيل أن هذا النظام اللي ربى هذا الشعب في هذه المدة كلها ما عرفش الأسس اللي يعتمد عليها لأنه يكون عنده مجتمع بهذا الشكل. هذا هو اللي حتى حاجة ما كيعرفوا ينظموها وحتى حاجة ما كيعرفوا يديروا فيها والو. الله يحفظه صافي. فبغيت نقول لكم المغاربه الحمد لله ان الحدود مسدوده، الحمد لله وشكره ان حدودكم مسدوده مع الحظيره الكبرى، والله يحضر السلامه.